الزواج بالأجنبيات أو بالأجانب، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المشكلة، والذي سوف نترجمه اليوم في هذه القصة الواقعية لعائلة السيدة لطيفة. السيدة لطيفة لها 4 أبناء، أكبرهم كريم والذي تزوج بفتاة هندية، وثانيهم علي والذي تزوج بفتاة سويدية، وأوسطهم والملقب بالمغامر ما زال يبحث عن شيء مختلف، وأما آخرهم فهو أبو بلدي والذي تزوج بفتاة من بني جلدته مرتين. وإما حكاية أبنائهم أو أحفادهم فسنأتي عليها في ختام حلقتنا هذه لمناقشة القصة والقضية. معنا اليوم ضيفنا الأخصائي والاجتماعي النفسي والمتزوج أيضا بفتاة أجنبية تركية، الأستاذ محمد شبراوي. أهلا وسهلا. يا مرحبا أستاذ محمد. لماذا أو ما هي الدوافع للجوء البعض بالزواج بالأجنبيات؟ أحيانا يكون الزواج بالأجنبية سببه أو من أهم أسبابه المهر. غلاء المهور في العالم العربي يدفع الشاب إلى أن يتزوج بأجنبية لا تهتم أو لا ترتبط بالعادات والتقاليد الموجودة في عالمنا العربي، من مهر بمبلغ كبير أو بمتطلبات أكبر من اللازم لا يستطيع الشاب أن يتعامل معها أو لا يستطيع الشاب أن يؤديها في مقتبل حياته الأسرية أو في مقتبل عمره وتكوين نفسه. فلذلك يكون مخرج من المخارج هو الزواج بأجنبي. نعم، هذا أحد الأسباب المهمة وهي غلاء المهور. نعم. لكن ألا هل ترى أن هناك أيضا أسباب أخرى متعددة؟ مثلا البعض يبحث عن الجمال أو الشيء المختلف، ثقافة مختلفة. في بدايات الشباب هذا أمر معروف، البعض يبحث عن تحسين السلالة كما يقولون. نعم. فيبحث عن الجمال، هذه فئة من الشباب يبحث عن الجمال، لكن الجمال وحده لا يكفي. الشباب في بواكير عمره يبحث عن هذه. أما لو تكلمنا عن الشباب المتقدم مثلا مرحلة الثلاثينات أو ما بعد الثلاثينات فهو لا يبحث عن الجمال وحده، الجمال مطلوب ولكن الجمال وحده قد لا يفي بأغراضه أو بمتطلباته. الحياة نفسها كما أن التعامل الفكري والثقافي بينه وبينها لابد أن يكون متقارب، لابد أن تكون الثقافة إلى حد ما متقاربة حتى لا يكون الاختلافات كثيرة أو حتى لا يكون الصدام لا قدر الله فيما بعد بدرجة أكبر وينتهي إلى الطلاق أو إلى فشل الزواج كما يحدث في زيجات كثيرة. بعض الشباب يسافر إلى الخارج وفي باله أو في عقله أنها فترة زواج مؤقتة، في خلال وجودي في هذه البلد مثلا 5 سنوات 10 سنوات ستكون هذه زوجتي، عندما أعود إلى بلدي إن وافقت أن تعود معي أهلا ومرحبا، وإن رفضت فهي في طريق وأنا في طريقي إلى بلدي. نعم، لاحظت كثير من هذه الحالات عند البحث أن كثير من الشباب يلجؤون لمثل هذه الزيجات عندما يذهبون إلى بلاد أخرى، لكن الكثير في عصرنا هذا اليوم ومع الظروف التي يعيشها مجتمعنا يذهبوا للبحث عن الجنسية أو الجواز، والبعض الآخر يعني مثل دول أوروبا وأمريكا، والبعض الآخر يذهب إلى بلاد شرق آسيا مثلا ويتزوج من أهل تلك البلد لأجل أن يبدأ في مشروعه الخاص. فماذا عن هذه الأسباب؟ هل هي أسباب تعتبر ظاهرة؟ هي تعتبر ظاهرة في العالم العربي، خصوصا أن الشاب عندما يفعل ذلك هو يغامر بمستقبله، فإن أنجب منها مثلا كيف يكون مصير الأبناء؟ لابد أن يكون الإنسان عقلانيا وألا يفكر في نفسه فقط، فالأبناء الذين سيأتون بعد ذلك سيكونون هم ضحية هذا الزواج، لأنه عندما يفكر الإنسان في نفسه فقط ويضع في اعتباره أو في حسبانه أن الجنسية هي كل شيء، فإن أخذ الجنسية وظل في المكان وأنجب أبناء وعاشوا عيشة سعيدة فأهلا ومرحبا، ولكن إن كان هو مغامر أو كان يغامر فقط بأن يأخذ الجنسية ثم يبحث عن واحدة أخرى أو يبحث عن طريق آخر، فهنا يكون إن أنجب يكون الابن أو الابنة ضحية لهذا الزواج. طيب، إذا كان هو وجد غايته الفتاة الجميلة، الأوراق، الجواز مثل ما ذكرنا، الظروف المادية الحسنة، ما هي العوائق التي ممكن تظهر لاحقا أمام هذا الزواج؟ ما هي العوائق اللي تظهر بشكل عام أمام الزواج مع الأجنبي أو الأجنبية؟ العوائق أنه اتخذ هذه السيدة وهذه المرأة وسيلة ولم تكن غاية من الزواج،
هو اتخذها وسيلة، فكما هي وسيلة فلا بد أن يصل إلى غاية أخرى بوسيلة أخرى مختلفة. ماذا لو كان ليست وسيلة وإنما عن حب وعن رغبة حقيقية؟ قد يكون الزواج عن حب وعن رغبة حقيقية ويعيش هانئا مستقرا، وقد يكون الزواج في حالة أخرى يكون مقتنعا بها، لكن الاختلاف الفكري أو التباين الفكري أو العقائدي في أو الصدام في بعض المعتقدات التي يؤمن بها هو في بلده أو بين أهله وهي لا تؤمن بها أو لا تعتقد بها، قد يكون سبب من أسباب عوائق هذا الزواج أو من عدم إكمال المشوار. يعني معلش أستاذ محمد، يعني عندي في القصة التي ذكرناها أحد الإخوة وهو الأخ الثالث، الأخ المغامر أو الملقب بالمغامر، يقول أنه ذهب للبحث عن جمال آخر وثقافة أخرى وللهروب من الماضي، ولأنه بداخله يعشق المختلف. عشق المختلف مطلوب، لأن المختلف يمثل التباين أو التنوع في الحياة، لكن أن يعيش الإنسان بحثا عن المختلف لمجرد الاختلاف، هنا المشكلة. إذا كان الإنسان يبحث عن الاختلاف لكي يطور من نفسه ولكي يكمل حياته فأهلا وسهلا، لكن أن يكون الإنسان مغامر فقط، مغامر والسلام، مغامر لمجرد المغامرة، هذا غير مقبول. وماذا عن الذين عاشوا في تلك البيئة لفترة طويلة، هو كما يقول عن نفسه، وانسجم مع هذه البيئة والثقافة؟ الانسجام مع البيئة والثقافة معناه أن الزواج في الغالب سينجح، لأن الانصهار في هذه البيئة والتفاعل معها يؤكد أن الإنسان قد تشرب هذه الثقافة، وما دام تشرب الثقافة فإن الاختلافات ستكون قليلة. وإن طبقنا هذا أيضا على العالم العربي، فمثلا أنا أتزوج ابنة عمي أو ابنة خالي أو قريبة لي، أو أتزوج من المجتمع الذي أعيش فيه، وقد يتم الطلاق لاحقا. ليه أو لماذا؟ لأن التوافق الفكري لم يكن تاما. نعم، هو التوافق الفكري، حتى أنه يقول الأخ الثالث والمغامر، يقول عزيز الرجل إذا بيلبق لك واحدة بتحبك فتوكل على الله. وهو يتحدث عن أخيه الأصغر المتزوج من بنت بلده مرتين، يقول كانت تجربة فاشلة الأولى والأخرى. إذن أستاذ محمد، كيف يمكن يعني لمن اضطرته الظروف للزواج بالأجنبية، ما هي الشروط أو العوامل الرئيسية لنجاح هذا الزواج؟ أول عامل من العوامل التي يبحث عنها أن يكون بينهما توافق فكري، أن يتحدث معها كثيرا، أن ينظر إلى طريقة تفكيرها، هل هي متقاربة معه أم متباعدة عنه، وهل البحث عن هذه السيدة تحديدا لجمالها فقط أم لأسباب أخرى، أم أنه لاقتناع داخلي. إذا كان الاقتناع داخلي فإن أي مشكلة سيمر بها الزواج ستكون أقل كثيرا مما لو كان الاقتناع فقط لمجرد شكلها الخارجي. أنت ذكرت عن التوافق الفكري وهو مهم، ماذا عن التوافق الديني؟ التوافق الديني فيه كلام كثير، فمثلا الإنسان المسلم بطبيعة العقيدة الإسلامية يستطيع أن يتزوج المسيحية ويستطيع أن يتزوج اليهودية إذا كانت من أهل ديانة سماوية، ولا يحق له في التصور الإسلامي أو في الفكر الإسلامي أن يتزوج من أهل الديانات الأرضية أو الديانات الغير معترف بها سماويا. فإن كان المسلم سيتزوج مسيحية أو يهودية ويرى أنه بينهما توافق فكري فلا بأس. أنا لست هنا رجل دين، لكن أنا أقول هذا الذي تعارفت عليه الأجيال وكما هو في السنة المطهرة، فإن المسلم يتزوج المسيحية واليهودية لا بأس. الفكرة الأساسية حتى لو بقيت على دينها. وماذا عن الأولاد؟ الأولاد هنا أقول لك الإشكالية تكون في الأولاد. هنا مثلا هو يريد أن يبدأ الصراع ويصبح الدين محل صراع، هو يريد أن يجذبهم إلى الإسلام وهي تريد أبنائها أن يكونوا على شاكلتها، وهو محق وهي محقة من وجهة التصور، لكن الإشكالية هنا أو التحدي الأكبر عند الابن. يعني هنا يقول يعيش ممزقا بينهم. هنا يذكر الأخ الثاني علي والذي تزوج بفتاة سويتية، يقول أن زوجتي كانت على ديانة أخرى وأنا كنت على ديانة الإسلام، اتفقنا أنه لا مشكلة، ولكن بقينا في موضوع الأولاد، قلنا فليكن لهم حرية الاختيار، ولكن كيف يكون لهم حرية الاختيار إن لم نقم نحن بتعليمهم وتوجيههم؟ لشيء مهم، لأننا نقول نحن نتحدث عن الحرية ولكن لا نمارس الحرية،
فعندما نأتي عند الأبناء نريد أن نجذبهم إلى ساحتنا، هذا هو الذي نتحدث عنه. فإن كان الإنسان يتحدث عن الحرية ويمارس الحرية ويترك لغيره أن يمارسها، فهنا يكون الأمر مطلوب. شاكر لك أستاذنا جدا أستاذ محمد شبراوي، والحقيقة لقد أثريت الموضوع بما أنه لديك خبرة وتجربة في الزواج بزوجتك الأجنبية التركية، نتمنى لكم السعادة في ذلك. ختاما أعزائنا أبناء أو أحفاد السيدة لطيفة يعيشون مع والديهم دون مشاكل تذكر إلا ثانيهم علي، فقد توفي بعد أن أنجبت زوجته طفلا أسموه طارق، يبلغ الآن 22 سنة من العمر، قضاها في السويد، والذي لا يعرف من أباه سوى عبر بعض صور ومذكرات أو بعض حكايا أمه وأصدقائه أصدقاء والده، وهو فخور بتاريخ أباه، حيث كما يقول أن له تاريخ مشرف وهو بطل من الأبطال. وطارق يعمل الآن في شركة مرموقة ويتطوع في منصب نائب مدير لأحد الجاليات الإسلامية بالسويد، وسوف ينعقد زفاف زواجه قريبا في 2 فبراير 2020. السلام عليكم، ونلقاكم في حلقة جديدة لاحقا من برنامج المشكلة عمت مساء. شكرا استاذ. موجودة